لابتوب اتش بي 440 جي 4 يجي معالج كور اي 3 من الجيل السابع، رام 4 جيجا، هارد 500، وتقدر تضيف هارد اس اس دي اذا اردت، هارد ثاني. يعني هذا اللابتوب ياخذ هاردين، بامكانك انه تضيف 2 اس اس دي او اس اس دي وعادي. بالوقت الحالي ب 500 اتش دي دي. يجي معالج كور اي 3 من الجيل السابع 7100 يو، رام 4 جيجا دي دي ار 4، بامكانه انه تطوره وتخلي رام اكثر. والهارد اتش دي دي 500 وكارت الشاشه مالته 4 جيجا انتل داخلي 4 جيجا. سعر اللابتوب يطلع 300,000 بعرض حصري حتى انتهاء الكميه. نظافه كلش عاليه، نظافته 100%. حجم شاشه 14.0، ما بيه مشغل اقراص، باتريه ليثيوم، هو يوفر لك شحن تقريبا 3 ساعات الى 4 ساعات. منافذه بهاي الجهه لان في جي اي، ومنفذ ال HDMI مباشر تايب سي ويو اس بي. بالجهه المقابله عندك منفذ يو اس بي 3 ومنفذ الاوكس والكارت ريدر. لابتوب نظافته كلش عاليه، كيبورد عربي انجليزي، ضمان بشهر تبديل اذا اكو مشكله. سعره 300,000، توصيل موجود كل المحافظات.